شارك أصحاب الخيول ومدربوها ومربوها من مختلف أنحاء دول الخليج العربي في بطولة البحرين الوطنية لجمال الخيول العربية. وقامت الخيول العربية الأصيلة التي تجذب الناظرين إليها باستعراض الوقوف والمشي للحكم عليها من لجنة التحكيم واختيار أكثرها جمالاً. كعادتها السنوية انطلقت مسابقات بطولة البحرين الوطنية لجمال الخيول العربية الأخاذة والتي شارك فيها أصحاب الخيول ومدربوها ومربوها من مختلف أنحاء دول الخليج العربية وذلك في نادي راشد الفروسية بمنطقة الرفة. الخيول العربية الأصيلة التي تجذب الناظرين إليها قامت بمساعدة مدربيها باستعراض الوقوف والمشي والركض وفق قواعد صارمة للحكم عليها من لجنة التحكيم، حيث يتم تصنيف الخيول وتقسيمها إلى فئات عمرية، ومن بين معايير الحكم على هذه الجياد هو شكل الخيول نفسها. البطولة هذه الوطنية اللي شاهدناها اليوم ما شاء الله إنجازات فيها ممتازة ودعم فيها ما شاء الله بلا حدود، وجينا نآزر أخواننا ونروح معاهم ونوقف معاهم ونعطيهم من إمكانيات لو في حد ناقصه شيء كخبرة في الخيل. وتأتي إقامة بطولة جمال الخيل العربية بعد النجاحات التي تحققت لهذه المسابقة في السنوات الماضية ولاقت نجاحاً كبيراً وإقبالاً جماهيرياً من قبل محبي الخيل الذين حرصوا على حضور منافسات البطولة ومشاهدة أجمل الجياد العربية الأصيلة المتواجدة في مملكة البحرين، وأصبح العديد من ملاك الخيل يتطلعون إلى إقامة هذه البطولة سنوياً للمشاركة والمنافسة عليها وللاستمتاع بجمال هذه الخيول وعنفوانها.